مرحبا، اليوم عندنا عمل ريزن على قماش الجرسيه. أي قماش جرسيه عندك؟ ثقيل، خفيف؟ اختاري النقش اللي تبين والحجم اللي تبين. زي ما تشوفون القطعة الصافية مغطيتها بالريزن مع الجهتين. نحتاج ريزن، والأفضل للمبتدئات تختارين اللي مقاس العلب واحدة، المصلب والريزن مقاسهم واحد، ولاعة أو جهاز حراري يشبه الاستشوار، فرشة وتكون من النوع الزين، ما تكون من النوع اللي تفلت منها الشعرات. أي قطعة بلاستيكية زي اللي نستخدمها في المذكرات، مذكرات المدارس، أو أي قطعة أي نوع عندك. ممكن الصماطات الشفافة، بس نتأكد أنها تكون مرة متساوية. زي ما تشوفون مرة ثابتة ولماعة. نترك مسافة بينهم. الحين بنقصها. طبعا أنا عرضت العمل أول شيء منتهي، ونشوف الطريقة. ناخذ أي علبة تكون زي علبة الجبن، علبة التونة، أي علبة عندك، أو ممكن تجيبين السيليكون، علبة السيليكون، ولاعة. نختار الولاعة المناسبة اللي ما تكون تطلع دخان. المقاس نختار مقاس مضبوط، المصلب له مقاس، والرزن له نفس المقاس، نفس النوعية يعني. إذا بتستخدمينهم لا تستخدمين مقاس واحد تقيسين هنا وبعدين لما تكبين تقيسين هنا، لا، لأنه يسوي تحجيم في الكاس، يأخذ مساحة. فإذا قستي بالعلبة الثانية يكون القياس خطأ، فخلي كل علبة لها مقياس لكنها نفس الحجم. ندهن علبة البلاستيك أو البلاستيك المسطح عشان يمسك قماش الجرسيه. ندهنها يا إما بالإصبع أو ندهنها بالفرشة، وما يهم إنك تدهنينها يمين يسار فوق تحت، لأن أصلاً نشغل عليها الجهاز الحراري أو الولاعة وراح يتداخل مع بعض يطلع متساوي. ندهنها شوي ونتركها حوالي 10 دقايق عشان تتشرب الرزن، عشان تمسك الرزن من الطبقة الثانية، عشان تمسك في البلاستيك، لأن لو ما حطيتي الطبقة هذه خفيفة صبيتي الرزن على طول بيكون فيها فقاعات والقماش يقبقب، لازم نثبته. نترك مسافات بين كل وردة والثانية. طبعا هنا تشوفون خضرة ما فيها مسافات لأني لسه ما اشتغلت عليها. اشتغلت على 2 أو 3 تقريبا، والباقي بعد الفيديو. هذا العمل من تقريبا 10 سنوات توني أرفعه. زي ما تشوفون صافي مرة. بعد ما انتهي اشغل عليها الولاعة. لا تستخدمون استشوار لان راح يسوي التفريق للرزن. بعد ما يجف اقصصها. اذا كانت قاسية ما راح تكون قاسية مرة، لكن عشان احتياطا عشان نقصها زين
نشغل عليها الولاعة أو الجهاز الحراري. طبعاً هذه استخدمها لإيش؟ تكون فاصل، أحط عليها شريط تكون فاصل في كتاب أو دفتر، أكتب اسمي وبيانات عن العمل اللي أنا سويته، مثلاً لوحة أو أي شيء، وعلقها فيها، أثبتها على طرف مسطرة لبنتي تكشخ فيها، أحط مثلاً فيها خرز وأعلقها في القلم. وممكن إنك تجمعين كمية وتصفينها في الصينية وتصبين عليها مرة ثانية، يعني لا تصبين عليها وهي لسه ما تثبتت بالرزين، لا، عشان تعطيك شكل ثلاثي الأبعاد.